يقول أحد العلماء إن جميع المؤمنين يعيشون حالة الشوق الشديد في الالتقاء، ولكن الشوق وحده لا يحقق هذا الهدف، بل لا بد أن يقترن بالعمل الصادق والسلوك الصالح. وإن التقدم منا إلى الله سبحانه وتعالى خطوة في سلوكنا تقربنا إلى رؤية تلك الشمس المنيرة للخطوات. كل واحد نذر عمره رفع راية الإسلام. ويقول أحد مراجع الدين: لئلا تكون غيبة الإمام عليه السلام سبباً لغيبة الأمة وضياعها، ينبغي أن يكون الاعتقاد في الإمام المهدي باعثاً على العمل للأحكام، وسبباً للتغيير والإصلاح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتمسك بالنهج الرسالي الذي خطه أئمتنا عليهم السلام. على الحكمة وعلى الفطرة، آيات الله بين الناس آيات. ويقول آخر: إن الطقوس العبادية كدعاء الندبة ودعاء التوسل والصلوات الخاصة وغيرها هي معايشة مع الإمام المهدي عليه السلام، فيما إذا كان الممارس لها عنده الاستعداد الكافي للدخول في حزب الإمام عليه السلام ويكون من جنده إذا ظهر، فتكون تلك الطقوس من السبل المحمودة التي تقرب المؤمن إلى إمامه، ويكون سعيدا بقربه إليه ويحس باقتراب ظهوره، لأنها أي هذه الطقوس تحدث حالة روحانية شفافة عنده. خذوا هيهات أبو الأكبر حسينيين بالكلمة. وأكد أحد مراجعنا العظام على الاهتمام بالجانب النفسي قائلاً: لا شك أن إقامة دولة الحق على أنقاض نظم الفساد والجور، وإقامة صرح العدل على أنقاض قصور الجور والطغيان، يتوقف على الإعداد النفسي. فلو حصلت تلك الدولة بدون الإعداد النفسي الكامل وإصلاح العقول التي شوشت وانحرفت عن نهج التفكير السليم، وأصبحت ترى في كثير من الأحيان الباطل حقا والحق باطلا، فلا بد من إصلاح الأنفس بزرع حب الدين وحب العدل والإنصاف وكره الظلم والفساد وإعداد النفوس لتقبل الحق. ما همتهم الدنيا، باعوا كل شيء لأجل الآخرة.